مرحبا بكم في الحلقة 25 من ركن السيارة. عدنا إليكم مجددا، شكرا على المتابعة. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. إذن هذه هي السيارة في المرحلة 25، تغير المسار. إذن ننطلق هنا، يجب أن لا نلمس الحواجز. هنا نتوقف، ننطلق بهدوء. هكذا ننتظر حتى يرتفع الحاجز هنا. الفرامل هنا، هكذا بهدوء. ناقل السرعة إلى الخلف، ناقل السرعة إلى الأمام، ثم إلى الخلف، ثم إلى الأمام مجددا، إلى الخلف. هكذا ننظر في الخلف، ماذا يوجد في الخلف؟ يجب أن نذهب مباشرة. هكذا وصلنا. سوف ننتقل إلى المرحلة 26. إذن هذا هو المسار، شاهدوا معنا. ناقل السرعة إلى الأمام، بهدوء ناقل السرعة إلى الخلف هكذا، ثم إلى الأمام، هكذا، ثم نلف على اليمين، ناقل السرعة إلى الوراء، ثم إلى الأمام، نتوخى الحذر، هكذا، ووصلنا إلى خط النهاية. شكرا لكم على مشاهدة الحلقة، لا تنسوا مشاهدة الحلقات المقبلة، إلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things